لو الحكاية فيها إن فيتو الإقبال على الانتخابات من جانب المصريين في الداخل والخارج والله كان ممكن يكون أفضل من كده، وإنما هو أفضل ومهما كان الأمر اللي بيصوت هو اللي هيقرر شكل مجلس الوزراء. إيدك بقى يعني يا عمرو. In English, what's your message for the new parliament؟ ايه مسج المصريين بالانجليزي ليه؟ لا رويترز يا فندم، رويترز. طيب اقول لهم انه in English, in English. I participated in voting for the Egyptian parliament and I see many have come to vote which is different than the first phase. I hope that the voting which will come to an end this evening will produce a parliament that is capable of assuming the responsibilities decided for him for the parliament by the constitution. يعني خلال النواب يا فندم تقول لهم ايه يعني دور البرلمان ده في اقول لهم ان مسؤوليتكم مسؤوليه كبرى في عمليه التشريع وعمليه الرقابه والثقة في الحكومة وفي الوزراء، فشغلهم يجب يكون جد، والشعب منتظر منهم أنهم يكونوا جد وأن يحسنوا إدارة الأمور ويقوموا بمسؤولياتهم التشريعية والرقابية بأمانة. البرلمان ليس مجرد منبر للخطط وإنما مقعد للمسؤولية، خصوصا في الظروف اللي فيها مصر، وسوف يكون تحت رقابتنا جميعا، رقابة المصريين بل والعالم، هل هم ناس جادين وهيشاركوا في إعادة بناء مصر ويحترموا الدستور والقانون، ولا هيكون مجال للمزايدة؟ أرجو ألا يكون الأمر كذلك، وأن يكون البرلمان مجتمع أو مجمع للمسؤولين عننا اللي إحنا انتخبناهم ليقوموا بأمانة بالمشاركة في إعادة بناء مصر.